إلى ابننا الشاب نهار محمود نهار القفاه. وسيد الفريج الجبور أبو خالد. تحية من منور الزيدان أصخري مع عطوف الباشا مستبيشي لانسر مسكر الطريق. مستبيشي لانسر لون سيلفر مسكر الطريق. نايف الجربان العجل والبنت تعي عطيت وسيد الفريق الجبور سيد الفريق الجبور
حي بني صخر فوق حي على ابو ريان فوق يلا حي الجمهور ونعم بيهم عليهم وين وصغار الوافي ومقدر يستاهل مدح وكرامي يستاهل مدح وكرامي الشامة يلا يلا حي النشامة حمر النواظر ونعم بيهم عليهم طيب بيك جمهور يا اخوان نرجع ورا شوية نوسع الساحة إذا تكررتوا أحبة لعريسنا يلا حيهم الله حي غيليين الله حي غيليين فوق تحية لفرسان الحق يا حيهم الله حي بني صخر فوق ونعبيهم الله الله وين حي بني صخر فوق حي على ابو ريان فوق We'll be right back.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الكريم الوهاب خالق خلقه من تراب. الحمد لله القائل في كتابه الكريم: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. والقائل: يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وكذلك قوله تعالى: ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الحمد لله الذي شرع الزواج لمصالح الخلق وعمارة الكون، فالزواج سنة كونية شرعية. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي رغب في الزواج وحث عليه، ووجه أولياء النساء إلى تزويجهن بالأكفاء ممن ترضى ديانته وحسنة أخلاقه، وجعل ذلك معيارا لقبول الخاطب أو رده دون اعتبار لغير ذلك من معايير تعارف عليها بعض الناس. فلقد قال عليه الصلاة والسلام مؤكدا على الأخذ بهذا المنهج الشرعي الرشيد: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. فالزواج ليس علاقة بين ذكر وأنثى فقط، وإنما هو مصاهرة بين العائلات تجمعها روابط المودة والمحبة. وما هذا المقام المبارك في هذا المجلس المبارك إلا تدعيم لتلك الروابط. وأوصي الرجال عامة والعريس خاصة بحديث سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عندكم عوان لا يملكن لأنفسهن شيئا. أبناء العمومة الأعزاء، عشيرة الزبن عامة والحيدر خاصة وأصدقائهم وأنسبائهم، الأخ الكبير والنسيب العزيز الشيخ زيد تركي الحيدر الزبن، الحضور الكريم، كلفني وشرفني الأخ العزيز محمود نهار القضاء وأبناء العمومة بالتحدث باسمهم، وليس بأفضل منهم، وكل واحد منهم جاه، حيث جاءتكم الجاهة الكريمة من أبناء عمومتكم عشيرة القضاء ومعهم أقاربهم وأنسبائهم وأصدقائهم، طالبين يد ابنتكم صاحبة الصون والعفاف الآنسة ريم كريمة الأخ العزيز سلطان خلف الزبن، إلى ابننا الشاب نهار محمود نهار القضاء، وهو من خيرة شبابنا أدبا وخلقا وعلما، آملين منكم الموافقة وإجابة طلبنا على سنة الله ورسوله الكريم. والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أول نبدي بكلام الله، نقول يلا حيكم على هلكم وأهلا وسهلا، وحياكم الله على هلكم. يا هلا بقريبنا القضاء، هم عاد تجروسنا هذول، هم الصخور على الأولى شايف، وأقربائهم وعيال عمنا الصخور الثانيين، واللي جايين مع الجاهة حياهم الله، كلكم جاهة وكلكم كرمة وكلكم تستاهلون الكرامة، حياكم الله. بنت نريم بنت مؤدبة وخلوقة وأبوة من أحسن الناس، مهنو ابن عمي شايف، فحياكم الله ويا ميت أهلا وسهلا. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال: الزواج سنة من سنة الإسلام، واللي الله يسمح له يتزوج يقول للشباب الله يهديهم شايف ويهنيهم، فحياكم الله. اشربوا قهوتكم وميت أهلا وسهلا وسلام. هذا الفاتحة. رحيم من الصخر فوق حي على أبو ريان.
يلا حي جبور ونعم بيهم عليهم وين وصغار الوافي ومقدر يستاهل مدح وكرامي يستاهل مدح وكرامي الشامة يلا يلا حي النشامة حمر النوابر ونعم بيهم عليهم طيب كيف مجبور يا اخوان نرجع ورا شوية نوسع الساحة إذا تكرمتوا أحبة لعريسنا يلا حيهم الله حي غيلي الله حي غيلي فوق فرسان الحق يلا حيهم حيهم يا بن الصخر يا ذيابة يا ربع وعز القرابة يا ربع وعز القرابة الله حي بين الصخر فوق ونعم بيهم الله الله وين واجبر وعز القرايب يا فكاك النشايب يا فكاك نسمع يلا اجبر وعز القرايب يا فكاك النشايب ونعم فيهم ونعم عليهم من طايل بيك الجبور العريس يلا حيهم الشيخ عايز العريس ونعم ابو حسين يلا نشامه يردوا علينا اجبر وعز القرايب اجبر وعز القرايب يا بكا المختار عبد الله المجبور يلا حي المختار حب طيب
امدح ربعي مع خلاني خلاني ورد غيراني وحدنا ينعذب مياه ونعم كل الترحيب بضيوفنا يلا حيهم النشامة عليهم أبو حسين الله يعاي الله حي السبل يلا حيهم يا ابو يامن